الحرب في اليمن وعلى الرغم من طول أمدها إلى أن تحقيق السلام ليس مستحيلا ويتطلب إبداء حسن النوايا من الأطراف السياسية والجلوس على طاولة الحوار وحل المشاكل. الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من المعاناة ونعول على المجتمع الدولي ودول الجوار القيام بدور فاعل ومؤثر في الوصول إلى المصالح الوطنية والاستماع إلى مطالب واحتياجات المتضررين من الحرب الذي عبروا عنها في المشروع الذي نفذه المعهد الأوروبي للسلام.